ابو خالد، بس للتوضيح، احنا مطلوب من عندنا التوفير الغذائي فقط لا غير. بس البسطات منو منو اصحابها؟ فقط لا غير. البسطات عشان اسمعها منك، البسطات منو المعني فيها؟ البسطات مسؤولية جهات معنية ثانية، وقد يكون وزارة التجارة، بلدية الكويت، انتم مو معنيين، مو معنيين صح؟ منو؟ انتم كاتحاد صيادين مو معنيين. لا، زين، الصيادين حدوده على الحرج. كلامك حلو، احنا نتكلم على الاسماك في دولة الكويت، انا ما اقول سوق وسوق، اتكلم بشكل عام. انت تقول مو معنيين، عدتها ثلاث مرات مو معنيين صح؟ احنا نقول للحكومة لا تدعمون اتحاد الصيادين في الديزل، مو معنيين في الامر، ادعموا يا حكومه جهه اخرى عشان توفر لي الامن الغذائي، صح؟ نعم نعم، ما دام قلت نعم. للتوضيح ابو خالد، تفضل. احنا مثل ما قلت لك، احنا اتحاد صيادين او الصيادين تحكمنا رقعه بحريه، تحكمنا اشتراطات، تحكمنا اماكن محظوره امنيا، تحكمنا على قولتهم اعتمادنا الكلي على المجال المفتوح، عرض وطلب، عرفت عليك؟ احنا يعني ما احنا على قولتهم مخيرين، احنا مسيرين. يعني حتى في ترك لنا للاسماك في الحراج المحلي، احنا مجرد متفرجين، نخضع لثلاث جهات رغابيه. لكن معناته ان احنا جلال، الحمله ناجحه ولا فاشله بوجهه نظركم انتم اتحاد الصيادين؟ والله انا في وجهه نظري انا ما يهمني. ما يهمك؟ كثر ما يهمني توفير الأمن الغذائي للمستهلك. سؤالي واضح، الحملة ناجحة أم فاشلة؟ ما عندي، أنا قاعد أقول لك، يعني أنا ما يهمني. ما يهمك، اكيد ما يهمك، لانك الزفرة شبعت منها يا جلال. مشكور. مشكور اخوي جلال الشمري، هلا حبيبي. مشكور رئيس اتحاد الصيادين بالإنابة على كلامه.